فصيل معنا هاتفيا من محافظة بني سويف مراسل اونلايف هاني فتحي. اهلا بك هاني، اذا صف لنا المشهد لديك، وهل الاحصائية دقيقة؟ 14 حالة وفاة و 42 مصاب. بالفعل زميلي العزيز، الاحصائية النهائية 14 حالة وفاة، 10 حالات متواجدين داخل مشرعة مستشفى بني سويف العام، واربعة حالات متواجدة داخل مشرعة مستشفى ناصر المركزي، بالاضافة الى 42 حالة منهم حالتان موجودتان داخل قسم العنايه المركزه، عنايه المخ والاعصاب داخل مستشفى بني سويف العام. طيب هني، يعني متى من المتوقع ان يتم تسليم الجثث الى ذويهم ليقوموا باجراءات الدفن؟ الان يعني في غضون اقل من ساعه، انا اتحدث اليك الان من امام مبنى المستشفى المجاور لمبنى المشرحه. اهالي الضحايا بداوا يتوافدوا منذ الصباح الباكر على المشرحه، والان هم ينهون اجراءات الحصول على تصريح الدفن، وفي خلال ساعه سيتم التصريح بدفن جميع الجثامين. طيب اي من الساده المسؤولين هاني موجود حاليا امام المستشفى او امام المشرحه؟ منذ مساء امس كان متواجد السكرتير العام لمحافظه بني سويف ووكيل وزاره الصحه متواجد منذ امس حتى الان، وبعد خمس دقائق من الان المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف هو بالفعل في طريقه الى المستشفى، ونحن الان في انتظاره ليقوم بجوله تفقديه داخل المستشفى. طيب بالنسبه للحالات اللي هي الاصابه، 42 حاله اصابه، يعني هل هناك حالات مستقره؟ هل هناك حالات خطره؟ كما ذكرت لحضرتك ان في حالتين موجودتين داخل قسم العنايه المركزه بناء عنايه المخ والاعصاب، منهم حاله متاخره قليلا، في 12 حاله عباره عن اشتباه ما بعد الارتجاج، حالتهم ما بين المتوسطه وفوق المتوسطه، بقيه الحالات حالات متوسطه وطبيعيه، تتمثل اصابتهم ما بين كدمات وجروح وكسور متفرقه بجميع انحاء الجسم. طيب يعني هل عرف سبب الحادث بعد؟ يعني من المتسبب، سائق السياره ام سائق الاتوبيس؟ سائق السياره للنقل، لان سائق الاتوبيس توفي على حسب بيانات مديريه الصحه، سائق الاتوبيس لقى مصراعه في الحادث. سائق السياره النقل روى لي التفاصيل قائلا انه اثناء مروره بالقرب من نفق بوابه محافظه بني سويف فوجئ باحدى السيارات المتوقفه في الطريق، فحاول تفاديها الا ان عجله القياده اختلت ما بين يديه وكسر الحاجز الخرساني وسقط في النفق امام بوابه محافظه بني سويف. سائق السياره النقل اكد لي ايضا انه فوجئ عقب خروجه، عقب قيام الاهالي باخراجه هو ومن معه من السياره النقل، بسقوط الاتوبيس اعلى سياراته التي كانت تقل دواجن من مدينه القاهره في اتجاهها الى مدينه الاقصر. اشكرك هاني فتحي مراسل اونلايف من بني سويف على كل هذه التفاصيل.